ما الجديد لديك؟ مرحبا، نحن فرقة بلوك بي. على الرغم من كونهم أشبه بالمراهقين، يعتبر هؤلاء الموسيقيون من المخضرمين المحاربين في عالم موسيقى البوب الكورية الملقبة بالبوبكا. أعضاء فرقة بلوك بي السبعة من كوريا الجنوبية يحظون بشعبية كبيرة في آسيا، نجاح ناجم عن تبنيهم انضباطا من حديد. الوقوف 3 دقائق على خشبة المسرح يتطلب منا أحياناً شهراً أو شهرين أو حتى 6 أشهر من التدريب. أعتقد أن الوقت الذي نمضيه على الخشبة قصير جداً بالمقارنة مع الوقت الذي نكرسه للبروفات. وعلى فرق البوبكا الجديدة مضاعفة الجهود على أمل البروز في هذه الساحة الفنية. وحتى ولو نجحوا في استقطاب الجمهور، من الصعب المحافظة على النجومية بسبب المنافسة الشرسة بين الفرق. تنتج ساحة البوبكا الفنية في كوريا الجنوبية حوالي 150 نجماً أو فرقة سنوياً، من بينها 20-30% فقط يتمكنون من إنتاج ألبوم ثاني، باستثناء المغني بسي الذي اكتسب شهرة عالمية بفضل أغنيته غانغما ستايل التي صدرت في عام 2012، أغنية سمحت للعالم أجمع باكتشاف البوبكا. لكن اقتحام الساحة العالمية يظل بعيداً من متناول معظم الفرق في البلاد التي عليها التكيف مع الأذواق المتغيرة للجمهور. لا أتابع فرقة بوبكا محددة، أستمع إلى الأغاني الأكثر شعبية بغض النظر عن الفنان. ولهذا على فرقة بلوك بي وفرق البوبكا الأخرى التمتع إلى أقصى حد بفترة المجد هذه على أمل أن تدوم أطول وقت ممكن.